بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم ازاي نستعمل قطرات الودن. اول حاجة بنغسل ايدينا بالمية والصابون قبل الاستعمال. تاني حاجة ان احنا بننظف ودننا بفوطة مبلولة، وبعد كده بننشف ودننا. تالت حاجة ان احنا بندفي القطرة بدرجة حرارة قريبة من درجة حرارة الجسم، عن طريق ان احنا بنمسك الازازة بكف الايد كده لمدة دقايق قليلة عشان تبقى دافية. رابع حاجة ان احنا لو القطرة دي مكتوب عليها معلق مش محلول، بنرج القطرة كويس لمدة 10 ثواني. بنرجها لمدة 10 ثواني، بعد كده بنتأكد ان لو القطرة دي ليها قطارة، بنتأكد ان القطرة القطارة مش مكسورة. بنضغط على القطارة من فوق عشان تتملي بالدواء. سابع حاجة ان احنا بنميل ودننا على جنبنا كده بالطريقة اللي في الصورة، بنسحب ودننا لورا وللأعلى، يعني لورا والفوق. لو طفل اقل من 3 سنين بنسحب ودن الطفل لورا ولتحت عشان نفتح القناة بتاعت الودن بتاعت الطفل. تامن حاجة ان احنا بنحط في ودننا الرقم الصحيح للنقط بتاعت الودن، وبعد كده بضغط على الودن زي ما انتوا شايفين في الصورة عشان نسمح ان القطرة تبقى موجودة في قناة الودن، يعني نسمح ان القطرة تبقى موجودة في قناة الودن. تاسع حاجة ان احنا بنخلي ودننا مايلة كده على جنبنا لمدة دقايق قليلة، او ان احنا بنحط حتة قطنة صغيرة في ودننا. اخر بعد ما نخلص خالص بنحط الغطا بتاع القطرة، او بنحط القطارة لو هي ليها قطارة في مكان في المكان الصحيح بتاعها. اخر حاجة ان احنا بنغسل ايدينا عشان لو في اي دواء على الايدين بتاعنا.